السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة غادة رسلان، دكتورة واستشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. أحب النهاردة أعرفكم الفرق ما بين البوتوكس والفيلر. المادتين بنستخدمهم عشان التجميل أو إزالة التجاعيد، بس في هناك فرق كبير ما بين الاتنين، لأن أنا لاحظت في الفترة الأخيرة إن العيانين مش بيعرفوا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس مش مادة بنبني بيها يا جماعة أي دفوهات في الوش، هي مادة بتعمل شلل مؤقت للعضلات اللي بتسبب التجاعيد عندنا. يعني العضلات اللي بتبقى موجودة في الجبهة هنا ما بين الحواجب حوالين العين، دي عضلات بتحرك حركتها فترة طويلة بتعمل تجاعيد. فاحنا بنعمل زي إضعاف للعضلات دي عشان حركة العضلة يعني تقل، فالتجاعيد اللي موجودة تقل. فدي حاجة بتستمر من 4 لـ6 شهور، بتبتدي بعد اسبوع لـ10 ايام. اما الفيلر فهي ماده بنستخدمها عشان نصلح بيها الديفوهات اللي في الوش، زي مثلا المنطقه اللي هي النزله، المنطقه دي اللي هي ما بين الانف لغايه البق هنا. لو مثلا حد واحده شفتها رفيعه شويه، لو في مشاكل في الانف وعايزين نكملها، لو الخدود داخله لجوه، او لو منطقه تحت العين فيها يعني غيصه لجوه او غائره، ممكن دي برضه بنظبط الاماكن دي. يبقى الفيلر بيستخدم اكتر عشان نظبط بيه الدفوهات اللي في الوش، بينما البوتوكس بنستخدمه عشان نظبط بيه التجاعيد او نضعف حركه العضلات اللي بتسبب التجاعيد. فده مختلف عن ده خالص، الاثنين بيتحقنوا الحقيقه، وبنستخدم قبلهم بلينج او مخدر موضعي، ويبقاش فيه يعني الم مذكور في الحالتين. بس الفيلر استخدامه عشان نظبط ديفوهات، بينما البوتوكس عشان نصلح تجاعيد. ودي معلومة النهاردة، وشكرا ليكم، واتمنى لكم الصحة دايما.